خلينا نشوف بقى مع بعض في تقرير اصدرته مجله الايكونومست البريطانيه. قالت فيه ايه بقى؟ انه اردوغان بيسعى لاستعاده اسطنبول عن طريق الخطف والاحتيال. دي مجله الايكونومست البريطانيه، وقالت انه على الرغم من الحاله البائسه للديمقراطيه اللي بيعيشها الشعب التركي في عهد اردوغان، الا انهم كانوا يقدروا ان هم يصوتوا بحريه في الانتخابات، لكن الامر ده تلاشى بعد الغاء نتيجه انتخابات بلديه اسطنبول اللي فاز فيها المعارض التركي اكرام اوغلو. وقالت الايكونومست ان تركيا تحول او تحولت للحكم الاستبدادي، وانه قرار الغاء نتيجه انتخابات اسطنبول هيكون له توابع على سوق المال، واللي يشهد اضطرابات كبيره خاصه بعد انخفاض العمله التركيه الاكثر من 3% من الاعلان او منذ الاعلان عن الالغاء، علشان يوصل لادنى مستوى ليه في 7 اشهر، وده مؤشر خطير. ايكونومست كمان قالت ان فوز اكرام اوغلو برئاسه بلديه اسطنبول كان نكسه كبيره لاردوغان وحزبه العداله والتنميه ومرشح الحزب علي يلدرم، وانه حاله القفز اللي حاول حزب اردوغان عشيه اليوم الثاني للتصويت فوجئ السكان في اسطنبول بلافتات ولوحات إعلانية تبشر بفوز مرشح إردوغان، وإنه عقب إعلان فوز مرشح المعارضة كرام أوغلو بدأت بعدها الصحف التابعة لإردوغان بتتهم المعارضة بأنها تآمرت مع الإرهابيين لسرقة الانتخابات، حتى إنه إردوغان نفسه ادعى إنه اكتشف أدلة على جرائم منظمة أخرى في صندوق الاقتراع. والإيكونومست نقلت عن بعض المحللين والمتخصصين إنه بصمات إردوغان وراء إلغاء نتيجة انتخابات بلدية اسطنبول، وحذروا من إنه الانتخابات الحرة في تركيا ما بقالهاش وجود، بقت أسطورة، وأن تركيا على مدى 70 عام كان في إجماع على أنه التغيير السياسي يتم من خلال صندوق الاقتراع. الأمر ده خلاص ما بقاش موجود، والسبب هو القرار الأخير بإلغاء نتيجة انتخابات اسطنبول. ده بقى علشان كل الناس اللي بتقول أنتم متحاملين قوي يا جماعة على تركيا، ده الدنيا جميلة وما فيش مشاكل. دي إيكونومست بريطانية، ويعني احنا الدول اللي معروف ان ليها ممكن موقف من تركيا، المانيا على سبيل المثال، هولندا في مشاكل، لكن بريطانيا مفترض ان هي ما فيش احتكاك او صدام مباشر يعني سياسي شفناه في الفترات الاخيره، ومع ذلك يصدر هذا التقرير بكل هذه الالفاظ الشديده يعني او القويه.